أصبحت لهجة لهجة وسط كل العرب. أكيد وسط طبعاً أحشي بغدادي حتى ما تفتهمني. تم تفتهم أنا حتى لا تفهم. السلام. السلام عليكم. أهلا وسهلا بالحلقة ما قبل الأخيرة لهذا النهار والمؤتمر. في عنا 4 أوراق ستقدم اليوم على مدى ربع ساعة لكل واحدة منها، وبعدها سنفتح المجال للأسئلة. سنبدأ مع الدكتور نعيم شلغوم وتدريجيا على أوراق. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الرئيس، حضور الكريم، تحية عطرة. أتناول في هذه الورقة موضوع تأثير السياق الاجتماعي في مسار التحول الديمقراطي في ظل تحولات الحراك العربي الراهن، قراءة سوسيولوجية في واقع التجربة الجزائرية. كما تعرفون أن الجزائر بقيت تقريبا بقيت الجمهورية الوحيدة أو الاستثناء العربي التي لم يمسها الربيع العربي. لهذا هذا الموضوع يستدعي طرح العديد من الأسئلة. لماذا لم يحدث ربيع عربي في الجزائر رغم وجود حراك يعني بعد سنة بداية سنة 2011، لكن هذا الحراك لم يتطور إلى درجة إسقاط النظام في الجزائر؟ لهذا هذا ما تحاول هذه الورقة الإجابة عليه. الإجابة عليه بادئ ذي بدء أنه لمعالجة هذا الموضوع تم طرح مجموعة من الفرضيات لتعالج هذه الحالة الشاذة في عدم حدوث التغيير. وهذه الفرضيات هي: يفترض أن يؤدي التجانس المجتمع في الجزائر إلى إنجاح عملية التحول الديمقراطي. تبيئة الربيع العربي في الجزائر وفق سياق صراع الأجيال يؤدي إلى نجاح التحول الديمقراطي. الحراك الاجتماعي في الجزائر مطلبي ظرفي غير مؤهل لإحداث تحول ديمقراطي. كلما ارتبطت الحركات الاحتجاجية بالربيع العربي كلما أدى ذلك إلى إحداث أزمة في التحول الديمقراطي، وهذا طبعا في الحالة الجزائرية. تحولات الربيع العربي أربكت مسار التحول الديمقراطي في الجزائر رغم الحراك الاجتماعي السائد. ولهذا لمناقشة أو لدراسة يعني صحة أو خطأ هذه الفرضيات تم تقسيم هذه الدراسة إلى محاور ثلاثة، وهي في محور أول عالجت فيه واقع الديمقراطية في الجزائر في ظل تأثير الأسس الاجتماعية وضرورات الاستجابة للحركة المطلبية. في المحور الثاني تناولت فيه التحول الديمقراطي في الجزائر بين تأثير الترتيبات السلطوية ومعيقات التحديث الاجتماعي. في محور ثالث وأخير هو المحددات الضامنة لإنجاح التحول الديمقراطي في الجزائر في ظل السياق المتحول للربيع العربي. إذن أبدأ بواقع الديمقراطية في الجزائر في ظل تأثير الأسس الاجتماعية وضرورات الاستجابة للحركة المطلبية. إذن تعتبر الجزائر من بين الدول العربية التي لم تمسها موجة الربيع العربي، ويمكن إرجاع ذلك إلى الانعكاسات السلبية لمخلفات الأزمة السياسية والأمنية التي عاشتها الجزائر خلال تسعينيات القرن الماضي. هذه العشرية السوداء التي يطلق عليها في الجزائر العشرية السوداء أو المأساة الوطنية إلى غير ذلك من التسميات، أفرزت واقع اجتماعي مزري أدى إلى ظهور اختلالات هيكلية في منظومة الدولة الوطنية وحتى في التركيبة الاجتماعية بشكل عام. هذا الوضع أفرز نظام سياسي يشهد اختلالات هيكلية ووظيفية أثر سلبا على الواقع الاجتماعي للجزائريين، وهذا ما يظهر أيضا في صعوبة تفاعل
النظام السياسي مع المجتمع، لأنه لا يحتكم تقريبا إلى الآليات، إلى آليات اللعبة الديمقراطية. وبالتالي نجد أنه تأثير الأسس الاجتماعية في هذا موجود في يعني في توجيه مسار التحول الديمقراطي. لهذا لمعالجة هذه النقطة يتطلب الحديث عن المزاج والرأي العام الموجود في البيئة العربية بشكل عام وفي الجزائر بشكل خاص، وهو مسألة تكوين العقلية العربية والأبنية المجتمعية التي يسيطر عليها باراديغم الطاعة أو طاعة ولي الأمر. وهذا يعني كم تقريبا يعتبر كمفهوم خاطئ للانصياع لولي الأمر، والذي نجد منه يعني عبارات التخويف من الفتنة والخروج عن الحاكم، إذ أصبح المواطن العربي بشكل عام والجزائر بشكل خاص لا يحبذ الخروج عن ولي الأمر، وهو ما فندته ثورات الربيع العربي. هذا ما قبل يعني حدوث ثورات الربيع العربي. إذن في تأثير الأسس الاجتماعية نجد أن الجزائر تعيش واقع اجتماعي متأزم، سواء باستغلال مقومات وثوابت المجتمع في الممارسة السياسية، وهذا ما حصل في سنوات التسعينات والتي أدت إلى بروز تيارات سياسية متطرفة توجهت نحو استخدام العنف السياسي، مما أحدث أيضا تصادم في مجتمعي خلال هذه الفترة، خاصة مع أحداث القبائل سنة 2001. كما تظهر أيضا في هذا الصدد أزمة مدينة غرداية أو منطقة بني ميزاب يعني في جنوب الجزائر، والتي أصبحت أيضا في الوقت الراهن يعني تأخذ هذا المنحة. وبالتالي القراءة السوسيولوجية للتحول الديمقراطي في الجزائر لا بد من تعرض إلى أثار الفترة الانتقالية العسيرة التي مرت بها الجزائر خلال سنوات التسعينيات. كذلك في هذا الإطار أيضا نجد لا بد من ذكر مسألة التنشئة السياسية للفرد الجزائري الذي يعتبر محددا مهما لتفسير عملية التحول الديمقراطي. وفي هذا الصدد نجد أنه الجزائر كما تعرفون بلد كبير في المساحة، حيث نجد أن المواطن القاطن بالمناطق الداخلية غالبا ما يسودها التي يسودها نظام اجتماعي تقليدي، والذي يؤثر في توجيه وتحديد السلوك السياسي للفرد. فبالرغم من إقرار ترسانة قانونية ووجود طبقة سياسية مختلفة المشارب والتوجهات، إلا أن أدواتها لم تستطع ومن تفكيك القواعد التقليدية لهذا النظام الاجتماعي المعروف بالعرش. يعني هذا العرش هو نظام اجتماعي يعني أو أوسع من القبيلة إلى حد ما، يضم العديد من الولايات والمناطق. كذلك هذا التنشئة السياسية أيضا أثرت في شخصية السلطة القائمة في الجزائر والمتمثلة في عقلية الأبوة المتجذرة اجتماعيا والمتسلطة سياسيا. وفي هذا الإطار نذكر الاستبداد أو نوع من السلطوية التي تمارسه فئة الشيوخ أو جيل الثورة الذي يتمسك بالسلطة والنافذ فيها على حساب فئة الشباب الذي يبقى في الهامش واليائس من أي تغيير سياسي. فهذا الواقع المجتمعي يشير إلى صعوبة استكمال مسار التحول الديمقراطي في الجزائر، والذي يشير إلى وجود أسس سوسيولوجية غالبا ما تكون مشجعة على كبح عملية التمكين السياسي لشريحة واسعة من المجتمع الجزائري، وهنا أذكر المرأة والشباب. إلى جانب ذلك تبلور ثقافة سياسية مختلة لدى الفرد الجزائري والمتمثلة في ظهور النرجسية وعدم التضحية، ما صعب ذلك من توحيد الرؤية داخل المجتمع لتبني موقف موحد إزاء فكرة التغيير، خاصة في ظل التحولات السلبية للربيع العربي في كل من سوريا وليبيا بالخصوص.
نقطة ثانية وهي أنه في هذا تذكر في هذا الإطار هي تأثير الأولويات الاجتماعية على متطلبات التحول الديمقراطي. نجد أنه في الجزائر الفرد يطالب بتحقيق مطالب الاجتماعية على حساب متطلبات التحول الديمقراطي، حيث أنه مسألة تنامي المطالب الاجتماعية مقابل تنامي مسألة المطالب الاجتماعية في مقابل تراجع المطالبة بالتغيير السياسي، وهذا يظهر من خلال وظيفة توزيع الريع التي تقوم به الدولة لأجل تحسين الأوضاع الاجتماعية، وبالتالي هذا الوضع أيضا أثر سلبا على السلوك السياسي للفرد الجزائري الذي أصبح ينحصر اهتماماته بضرورة الاستجابة أو التطرق للأولويات الاجتماعية. كذلك تعقد البنية الاجتماعية وغياب إطار مؤسساتي يساعد على تفكيك هذه البنية المعقدة لانصهارها ضمن بوتقة الدولة الوطنية التي يشوبها ضعف مؤسسي مقابل تماسك البنية التركيبية للنظام السياسي. فنعم فرغم يعني مع 2010 رغم يعني قيام السلطة بإعلان عن برنامج خماسي، يعني البرنامج الخماسي الذي يمتد من 2010 إلى 2014 والذي يبلغ قيمة برامجه 250 مليار دولار، لكن مع أوائل 2011 يعني حدثت احتجاجات كانت تدور على تتمحور حول تحسين الوضع المعيشي. هناك مفارقة من هنا إعلان يعني برنامج ضخم لتحسين الأوضاع الاجتماعية، في المقابل ظهرت يعني احتجاجات تنادي بضرورة تحسين الأوضاع. كذلك نجد أن سياسات توزيع الريع التي ينتهجها النظام السياسي منذ الاستقلال كرس من خلالها بنى وهياكل تسلطية على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، إذ أدت إلى خلق بيئة ملائمة الديمقراطية التي تتناسب عكسيا مع صادرات النفط، أي أن التمكين الحقوقي والسياسي يتناسب عكسيا مع المداخل النفطية لدول الرعاية، وهو ما توصل إليه أيضا بعض الباحثين في هذا الشأن الذين اعتبروا أن زيادة المنابع الطبيعية في صادرات الدول قد يؤدي إلى تراجع مؤشرات الديمقراطية، وهذا يعني تقريبا يصلح في الجزائر. كمحور ثاني هو التحول الديمقراطي في الجزائر بين تأثير الترتيبات السلطوية ومعيقات التحديث. في هذا نجد أن السلطة دائما في الجزائر يعني تقوم بإعداد ترتيبات تلائم قاعدة الاستمرار والبقاء، وفي هذا الصدد نجد أنه رغم التحول أو الانفتاح النظام السياسي نهاية الثمانينات والتوجه إلى التعددية الحزبية، إلا أن ذلك لم يكرس ديمقراطية حقيقية أو ما يسمى بديمقراطية الواجهة. وهذه الديمقراطية كلفت الجزائر هنا غاليا، يعني تكلفة غالية للديمقراطية في الجزائر وهو قرابة 200 ألف ضحية وتخريب الاقتصاد الوطني والهجرة إلى غير ذلك. لهذه المعطيات تشير إلى أن أزمة التسعينات لا تزال تأثيراتها تمتد إلى الوقت الراهن. كذلك نجد نقطة أخرى هي معيقات التحديث الاجتماعي في الجزائر. نجد أن هناك بنى اجتماعية ومن خلال الولاءات التي الموجودة التي يعتمدها النظام السياسي نجد أن معيقات التحديث في المجتمع تبقى تفشل في إحداث التحول الديمقراطي. وفي الأخير نجد أن هناك مجموعة، هذا لا يعني أنه لا يمكن إحداث تغيير في الجزائر، ولكن هناك يعني مؤشرات لو يمكن اعتمادها أو قواعد أو محددات ضامنة تعمل على إنجاح التحول الديمقراطي في الجزائر، رغم السياق المتحول للربيع العربي هو مثلا توجيه عناصر الهوية الوطنية نحو تحقيق الديمقراطية. دائما النقاش الهوياتي في الجزائر يؤدي إلى إحداث مأزق التحول نحو الديمقراطية. وكمحدد آخر أيضا هو تغليب منطق العقلانية على منطق الولاءات السلبية. لو يغلب منطق العقلانية في المجتمع به
به منطقة تغليب منطقة العقلانية يمكن مواجهة الولاءات السلبية التي يستغلها النظام السياسي في الجزائر. وكعناصر ختامية أو كاستنتاجات لما تم تقديمه نجد أنه التجانس المجتمعي الذي تتمتع به الجزائر أدى إلى حماية الوحدة الوطنية، ولكن ذلك كان على حساب متطلبات التحول الديمقراطي، وهذا ما يظهر في غياب نقاش سياسي ديمقراطي يعالج مسألة الهوية التي غالبا ما تهدد نقاشاتها أسس هذا التجانس الذي يستغله النظام السياسي في قمع وتهميش المطالبين بالديمقراطية باسم الحفاظ على الوحدة الوطنية. تنامي ظاهرة صراع الأجيال في الجزائر في ظل نجاح ثورات الربيع العربي في إسقاط الأنظمة المتسلطة وفي الضغط على النظام الجزائري على ضرورة إجراء الإصلاح السياسي، لكن ذلك لم يشجع فئة الشباب إلى الخروج إلى الشارع للمطالبة بالتحول الديمقراطي، وجعله هنا بدون مهمة تاريخية. الشباب في عهد الخمسين قام بمهمة التحرير، لكن شباب 2012 و2013 إلى غير ذلك يعني لم يقم بمهمته، لم ينجح في إقامة القيام بمهمة التغيير، وبالتالي تبهئة الربيع العربي في الجزائر في ظل وجود خصوصية اجتماعية ترفض التساوق مع ما هو آت من الخارج. أن الربيع العربي ساعد على اتساع موجة الحراك، لكن ذلك لم يوفر الأسباب الموضوعية للانتقال الديمقراطي بالنظر إلى أن أهداف هذا الحراك تمحورت حول تحسين الأوضاع الاجتماعية. الطابع المطلبي للحراك الاجتماعي في الجزائر ظرفي غير مؤهل لإحداث التحول الديمقراطي، والذي أدى إلى تشكيل ثقافة سياسية مختلة لدى المواطن الجزائري تمثل في شراء ولائه مقابل تلبية مطالبه الاجتماعية التي يتم توظيفها سياسيا. ارتباط الحركات الاحتجاجية في الجزائر بسياق الربيع العربي أدى إلى إحداث أزمة التحول الديمقراطي، فهذه المسألة تبقى متعلقة بالواقع الاجتماعي للجزائر. مما سبق يمكن القول أن التحولات السلبية للربيع العربي على مسار التحول الديمقراطي أصبح صعبا بالنظر إلى الانعكاسات الإيجابية لهذه التحولات على النظام السياسي. نجد أن التحولات السلبية للربيع العربي خاصة في ليبيا وسوريا نجد أن هذا أعطى ورقة قوة للنظام لمواجهة الشعب أو المجتمع به، بأن إما الحفاظ على الوضع السائد وإما تعيشون الفوضى التي هي موجودة في سوريا وليبيا. إذن عذرا على الإطالة سيد الرئيس، وشكرا على الإصغاء والمتابعة. سادة وهو ما أفضله، أعدكم بأن السيدات نوعيات يا عصام، سيدات نوعيات برضه يا عصام. أعدكم بأن رئيس الجلسة سيقطعني بأنني لن أكمل ما أريد الحديث عنه. عنوان المداخلة وهو عنوان أولي، working title، لأنه غير رشيق أسلوبيا، المدن والبلدات والمهمشون في السباق إلى دمشق. أعترف لكم بأنه منذ سنتين وأنا أشعر بتزايد الصعوبة في أن أفصل عاطفتي عن التحليل الموضوعي أو ما أعتقد أنه تحليل موضوعي للأوضاع مسار الثورة السورية لعدة أسباب. لأنني أشعر أولا بالانتماء الحقيقي لسوريا، عشت فيها سنوات وارتبطت فيها ولا أزال مرتبطا بها، لأن أحد أسباب وجودي في أوروبا هو معاناتي مع نظام الأسد، ولأنني أعتقد بأن الاعتراف بهزيمتنا أفضل من المكابرة. أعرف أن هذا سيثير صدمة لديكم كما أثار صدمة وحزنا بالنسبة لي. كتبت منذ سنتين في جريدة الحياة، يعني قبل تدخل الروسي وغيره، في رثاء الثورة السورية. بالنسبة لي لن يقلل هذا من وقوفنا ضد نظام الأسد، أو على الأقل وقوفي أنا ضد نظام الأسد، كما هزم جمهوريون في إسبانيا ظللنا ظلل إنسانيون يقفون مع الجمهوريين،
وكما هزم الشعب العراقي في عام 1991 على في انتفاضته الشعبية المنسية من قبل العرب والعالم، لم يقل حقد الشعب العراقي على صدام حسين بل تزايد. ورقتي هاي المقدمة محسوبة ضمن الربع. ورقتي تحاول ولا تزعم أنها نجحت في تجاوز ثنائية سني علوي وتجاوز التفسير الطبقوي وليس الطبقي لفهم ديناميات وحركات الجماعات السورية المختلفة التي قد تتشارك في حقدها على النظام، ولكن ارتباطا ببيئاتها الاجتماعية لكل منها رؤيته للنظام، لكل منها رؤيته لكل منها تصوره لأسباب كرهه للنظام، لتصويره للنظام، لما يريد أن ينتج عن هذا النظام. وبالتالي هذا الصراع أو هذا التنافس بين الأطراف أو لنقل تبادل الأدوار، هذا الأدوار لعب دورا كبيرا بل حاسما في وصول الثورة السورية إلى ما وصلت إليه. لأوضح قبل أن يساء أو أسيء التعبير، أنا لن أقول يساء فهمي، كل الثورات ليس هناك شعب ثار وهو يحمل أهدافا متجانسة، كل الشعوب متطورها ومتخلفها شرقيها وغربيها تتكون من جماعات ريفية وحضرية إلى آخره. مأساة سوريا هي أن العسكرة شرذمت الجماعات المختلفة، وسأحاول أن أبين بقدر ما يتوفر لي من وقت. لا داعي لتكرار، وأنا ابن الثورة كما أكرر، لا داعي لتكرار ما نتفق عليه، وهو أن العسكرة لم تأتي اختيارا من جانب الشعب السوري ولم تأتي اختيارا من جانب الثوار السوريين، بل بسبب القمع الوحشي الذي قام به نظام الأسد تجاه الشعب السوري. لأبدأ من بعض المؤشرات لكي نفهم مقدمات الثورة السورية. في دراسة رائدة قام بها الـ UNDP برنامج الأمم المتحدة للإنماء للفترة بين 1997 و 2007، في الحقيقة هي دراستان قسمت إلى مرحلتين وهذا مهم، إلى 1997 إلى 2004، 2004 إلى 2007، وبعدها لم تجري أي دراسة جديدة عن حجم الفقر والبطالة في سوريا. قسمت الـ UNDP قسمت سوريا إلى أربع مناطق، التقسيم عظيم ولكن لسوء الحظ يدمج مدنا كنا نتمنى لو نعرف ميزاتها بشكل أكثر تفصيلا. المنطقة الجنوبية تضم دمشق، درعا، ريف دمشق وهي محافظة مستقلة، السويداء والقنيطرة. المنطقة المركزية تضم حمص وحماة. المنطقة الساحلية التي يمكن أن نأخذها بشكل سيف أنها المنطقة العلوية، طرطوس واللاذقية. الشمال الشرقي الذي يضم دير الزور، الحسكة، الرقة، أدلب وحلب. النتائج التي لا أفهم كيف أنه لم يتم استخدامها أو الاستفادة منها قبل اندلاع الثورة السورية، النتائج يعني تتحدث عن نفسها. منطقة الساحل، مستوى دخل منطقة الساحل لنسميها مجازا المنطقة العلوية، مستوى دخل منطقة الحضر في المنطقة الساحلية 130% من متوسط الدخل العام للسوريين. في الريف منطقة الساحل يعني الريف العلوي 150% من متوسط الدخل الريف السوري، الفرد الريفي السوري نقول. الشمال الشرقي الذي يضم الحسكة ودير الزور إلى جانب حلب ودلعا، متوسط الدخل 60%، يعني لنقل أقل من ثلثي متوسط الدخل العام. لنتذكر
هذه المنطقة هي منتجة ثروات سوريا كلها، هي تنتج أكثر من 80% من قمح سوريا، هي تنتج كل نفط سوريا، ومع هذا فدخلها متوسط الدخل 60% من دخل المواطن السوري. ليس هذا فقط، في بين 2004 و2007 تضاعف حجم الفقر في دمشق. أقول دمشق لأن الكلام هو عن المناطق الحضرية في جنوب، في إقليم جنوب سوريا. جنوب سوريا المدينة الوحيدة الكبرى فيه هي دمشق، السويدة إلى آخره، درعا هي ليست مدن كبيرة. وبالتالي حين بما أنه لسوء الحظ ليس هناك فصل لهذه المدن، لنأخذ هذا كمؤشر على الفقر في دمشق، تضاعف. كانت هذه المنطقة ثاني الأقل فقرا في 2004، ازداد عدد الفقراء فيها إلى الضعف في سنة 2007. حتى هذا لا يكفي، الأرقام المطلقة لا تعني شيئا لتفسير وفهم معنى الثورة. حصل هذا حين كانت سوريا تشهد أعلى معدل للنمو طوال 30 سنة. الثورة المصرية كذلك حصلت هكذا، كان هنالك معدل نمو سريع، توقع البنك الدولي أن هذا مجرد أنهم يرون أرقاما، توقع البنك الدولي بأن مصر ستصل إلى بر الأمان، وإذا بالثورة تنفجر. كل مؤرخي الثورات من درس الثورة الفرنسية والبولشفية وغيرها من الثورات لاحظ هذا الشيء، ليس فقط نمو سبق الثورة، وإنما نمو يصاحبه تزايد في الفقر. حين تحصل أزمة أو حين يحصل تحسن في الوضع الاقتصادي الاجتماعي، لأركز أن هذا الحديث ليس سأنتقل إلى البعد الاجتماعي لهذا كله، حين يتحسن وضع بلد ويرى الفقراء والأغنياء أن الطرفين مستفيدان من هذا، يعرف الفقير أنه لا يحصل على حصة متكافئة كما يحصل الغني، ولكنه لا يقيس الأمور هكذا، هو يحسبها على أساس أنه لم يكن بقدرتي أن أشتري سيارة لنقل هكذا، مع أن الفقير عندنا بعيد عن السيارة، أو أشتري كيلو من اللحم، الآن صار بوسعي أن أشتري هذا الكيلو. يعرف أن الثري يزداد ثراء بنسب أكبر. نفس الشيء بالنسبة لازدياد الفقر. ما حصل في سوريا أن الناس كانت ترى أن الثراء يزداد والفقر يزداد. سوريا تصبح أكثر ثراء وشعبها يصبح أكثر فقرا. بين 2007 و2010 ليست هناك دراسات، ولكن دعوني أنقل لكم ما هو موثق: 160 قرية خلت تماما من سكانها. الأمم المتحدة تقدر أنه في هذه الفترة أكثر من مليون سوري هاجروا. هذا قضية الهجرة أريد أتمنى أن تنتبهوا لها، لأنها ستلعب دورا حاسما في مسار الثورة السورية. أكثر من مليون سوري هاجروا إلى ضواحي المدن، إلى أحزمة الفقر في المدن خلال فترة 5 سنوات. سوريا كلها سكانها 30 مليون، تخيلوا، أو أقل من 30، تخيلوا مليون شخص يهاجرون خلال 5 سنوات. قبيلة عنزة في شرق سوريا فقدت 85% من أغنامها خلال هذه الفترة. هذه هي الفترة التي توصف بأنها حققت. هذا 5 سنين. نعم، لسه ما بدأت. أوكي، إذن بكل صراحة لدي الكثير ما أقوله. الفكرة هذه كانت مقدمة للقول. درعا بالنسبة لي الثورة بدأت في المدن. السؤال الأهم في دمشق على هذه الثورة المغدورة التي قيل أنها انطلقت من درعا، هي بدأت من المدينة، من دمشق. سؤالي كان، وما حاولت أن أفهمه ولن أقول الإجابة عليه، سؤالي كان لماذا على عكس مصر والبلدان انطلقت الثورات هناك، إما من العاصمة أو المدينة الثانية اللي هي بنغازي في حالة ليبيا، لماذا في سوريا لم تستجب باقي سوريا
إلا لشرارة انطلقت من درعا. لماذا كانت من درعا؟ حاولت أن أبين هناك ما هو أبعد من الاقتصاد، انحطاط الوزن السياسي لدرعا. درعا هي الأكثر ثقلا في حزب البعث العربي الاشتراكي، ورأت وزنها ينحط يوما بعد يوم. عدد الأعضاء العاملين في حزب البعث في التسعينات آخر أرقام، في درعا التي سكانها لا يزيد عن ربع سكان دمشق يعادل عدد البعثيين العاملين في دمشق. أنت لست محسوبا ضمن هذه الأرقام. عدد أعضاء القيادة القطرية في التسعينات 6 أعضاء من درعا، 6 من دمشق العاصمة. يعني تلاحظون هذا، وإذا بها تنحط، ولدي أسماء معروفة، رستم غزالة، سليمان بجوج إلى آخره، التي أزيحت أو قتلت أو إلى آخره. الزعبي، الشرق العشائري، حاولت يعني أدرك أنني أخذ دوري. الشرق العشائر لعبت دورا مدمرا في هذه الثورة، وكل من يقول أنها وقفت إلى جانب الثورة، العشائر على الدوام. حين كانت البلدات دير الزور البلدة وليست الريف، العشائر وقفت دورا، لعبت دورا سلبيا، وصراعاتها كانت تدور على هل نكسب من النصرة أكثر أو هل نكسب من داعش أكثر. ولدي يعني معطيات عن العقيدات التي هي أكبر عشيرة، كيف هي التي جعلت النصرة تتحول إلى أكبر قوة في تلك المنطقة. العنصر الرابع اللي لسوء حظ، يعني بسبب أنا إطالتي وليس بسبب قلة الوقت، العنصر الرابع الذي أردت أن أعطي، أن الثورة تعكس ما حصل من أن المهمشين هم الذين أخذوا قيادة الثورة. بسبب العسكرة، ثقلهم العددي الكبير، مواقع أطالتهم، لا يملكون شيئا يخسروه. وهنا أردت أن أقول شيئا، أنا أعرف أن أصدقائي أو صديقي في الحقيقة سيعترضان عليه، من لا يملك شيئا يخسره هو الأكثر تدميرا. هم ليسوا الطبقة العاملة كما يقال، هم هؤلاء المدمرين الذين لا يشتركون، وطبعا هذا بسبب بؤسهم، يعني ليسوا لأنهم في جيناتهم سيئة. من لا يمتلك شيئا يخسره لا مشكلة لديه. نعم، إذا معناها أنا مخطئ، إذا فواز السلامة يوافقوني معناها أنا مخطئ. هؤلاء الهامشيون لعبوا دورا مدمرا مع عسكرة الثورة. هذا الذي نرى. القضية ليست في وعي علوي مقابل علوي، وعي سني، أن كيف أرى النظام. ثورات أوروبا كلها بدأت أو معظمها بدأت، أنا الفلاح البروتستانتي يضطهدني الكاثوليكي، ولكن نتج عنها unintended consequences، نتائج غير عواقب غير محسوبة، نتج عنها هذا المجتمع الحداثي الذي نعرفه. القضية ليست في أن هل أرى نفسي مضطهدا أكافح ضد الاضطهاد. الثورة التي بدأت دمشقيا، كانت ترفع شعارات غير مفتعلة، العدالة الاجتماعية، الفساد، الكرامة إلى آخره. بالنسبة للمهمش، وشكرا جزيلا، ولن لا شكرا لكم. أخذت حقي بالحديث، يعني لا كان فيك تختم، يعني والله كان فيك تختم. شو صدق الله العظيم، يعني أنا مو مؤمن كيف أختم، يعني أنا ماشي الحال، ما ماشي. طيب مبدئيا فواز وسلامة لو متفقين مع الحتة الأخرانية دي بقى هنختلف كتير. خالد بقى موجود وكده. طيب يعني ما كنتش ناوي ابدا كده، بس هو المداخله بتاعتي النهارده الحقيقه هي جزء من مشروع بحثي لكتاب بيتكلم على دور الطبقات المختلفه في الثورات العربيه وخصوصا الحاله المصريه، وبزعم فيها عكس الزعم الاستاذ عصام بيعمله بالكليه، انه الطبقات المهمشه هي من صنعت الحقيقة الثورات العربية وخرجتها من كونها مجرد حراك أو يعني مظاهرات كبيرة لكونها ثورات. أنتوا جايين شغال في كل حاجة، تمام. طيب
ليش موافقين على الشيء اللي حكاها عصام شو؟ تمام. طيب دعونا نتفق اولا ان الزاويه التي ننظر بها للاشياء تحدد ما نراه. هذا ينطبق على اللوحات وبالتأكيد ينطبق على الأحداث التاريخية الكبيرة اللي فيها فعل إنساني مثل الثورات. المثال مثلا هو عنوان المؤتمر اللي بشكر المنظمين على هذه التجميعة الثرية. عنوان المؤتمر يبدأ من فردية أن ما حدث هو ثورات، وهذه فردية أنا أتفق معها، لكن هي في الآخر فردية، مش مبتدين من فكرة الفصول ربيع وخريف بقى وياسمين والحاجات دي. وده في تقدير، ده تقدير سياسي أنا بتفق معاه، ولكن للأسف نلاقي أنه العنوان الفرعي هو التحول الديمقراطي. والتحول الديمقراطي بالضبط، والتحول الديمقراطي الحقيقة يأخذنا إلى زاوية ضيقة بالمعنى النظري في كفة والعملي السياسي في كفة. عمل مستدام وزخم اللي بيطرحه عنوان ثورات لا يستقيم الحقيقة مع النظرة الضيقة بتاعت التحول الديمقراطي، وهي نظرة ضيقة لأنها مبنية بالمعنى النظري والأكاديمي، هي مبنية على ما يسمى democratization theory literature اللي هي لا هي ليترتشر الحقيقة ولا هي ثيري، هي إطار ضيق خطي يتصور أن المجتمعات الإنسانية ترجو التحول الديمقراطي كهدف في حد ذاته، وأن هذا التحول يقوم به مجموعات النخبة بشكل فوقي ويمر بمراحل حتى يعني ما بيشوفوش فيها التداخل. هي خطي بمعنى أن احنا liberalization, transition, consolidation, establishment. والحقيقة هذا الإطار النظري بغض النظر عن الـ يعني في ناس لسه تستخدمه وبتستدرج منه، لكن حتى القائمين عليه بمعنى ما بينظروا له بشكل نقدي الآن. حينما نأخذ التحول الديمقراطي كمنظور للثورات العربية، نحن في الحقيقة يعني بنبص على زلزال تاريخي من خرم إبرة. مش عارفة دي أترجمها إزاي بلغة عربية فصيحة، بس هي كده فصيحة، من خرم إبرة يعني زاوية زاوية ضيقة جدا. أنا بزعم إنه التحول الديمقراطي، وأبني هذا الزعم على دراسة وتحليل خطاب لشعارات الثورات العربية من أول ما بدأت وحتى أحداث تونس الأخيرة اللي احنا بنشهدها الآن، أزعم أن التحول الديمقراطي لم يكن في حد ذاته هدف للثورات العربية. الثورات العربية تطالب بالحرية، هذا لا يعني أن الديمقراطية غير مهم، ما أعني أن من خرجوا يطالبون بالحرية والكرامة والعدالة بالنسبة لهم وبالنسبة لهذه الثورات، التحول الديمقراطي أو الديمقراطية كنظام سياسي هي الحقيقة أداة وليست غاية، هي أداة لتحقيق هذه المطالب. طيب بهذا المعنى حينما ننظر إلى الحالة المصرية، خلينا ندخل بقى على الحالة الخاصة، وجهة النظر التي تنظر للصراع الدائر على مدى الخمس سنوات على أنه صراع بين ما يسمى بالإسلاميين وغير الإسلاميين، سواء سموا نفسهم بقى علمانيين أو مدنيين وما إلى ذلك، هو تبسيط مخل، وهو تبسيط مخل لكذا سبب. أولا لأن معظم المصريين لا يعرفون أنفسهم بالمعنى السياسي على أنهم إسلاميين أو علمانيين، هم ممكن يعرفوا نفسهم كمسلمين متدينين غير متدينين وما إلى ذلك، ولكن المعنى السياسي المفاهيمي لكلمة إسلامي part of project of political Islam أو علماني سواء بقى secular أو civil، هي الناس ما بتبصش على نفسها كده، وأظن إن هي ما بتتحركش من هذا الإطار بشكل داخل هذا الإطار بشكل كلي.
والنظر للصراع من هذه الوجهة الضيقة بتاع البنيين أو في مقابل الإسلاميين، الحقيقة بيخلينا نبص على الحالة المصرية بشكل من الاثنين، إما هي حالة انفصام في الشخصية جماعي ولا يتطلب بقى محللين سياسيين أو اجتماعيين، ولكن يتطلب علاج نفسي، يعني ناس في خلال أقل من سنتين أتت بالشيء ونقيده، يعني أتت بالإسلاميين للحكم بدعم شعبي في انتخابات متتالية، ثم أتت برضو بدعم شعبي بغض النظر عن الانتخابات والآلية، ولكن هناك كان هناك دعم شعبي لمن ذبح الإسلاميين في الشوارع، وذبح هنا مش بمعنى يعني مجازي، ده بمعنى حرفي. طيب نفهم ده ازاي؟ في تقديري نفهم ده لو بصينا بشكل أعمق للمجتمع بتكويناته السوسيولوجية، تكويناته الطبقية، وإزاي ده بينعكس على خياراته السياسية. في المداخلة دي بركز على جزء وهو الطبقة الوسطى، ولازم أبتدي الحقيقة بديسكليمر كده أنه هي الطبقة الوسطى طبقة متعددة الشرائح، واستخدامها على ان هي كتلة مصمتة هو استخدام مخل بالمعنى الاكاديمي، ولا يساعدنا الفهم التطورات السياسية. انا الحقيقة مهتمة برضو عشان نبقى واضحين، انا عندي انحيازاتي وانا مهتمة بالعمل الاكاديمي كجزء من مشروع سياسي اكبر، يعني فلا ادعي فكرة الموضوعية الاكاديمية. الأدبيات الكلاسيكية الليبرالية بدءا من توكفيل وليس انتهاءا ببارينغتون مور جونيور وسيمور ليبست بيدعوا وبيعملوا في ده أرجمنت مهمة أن الطبقة الوسطى هي المحرك الرئيسي للإتيان بالديمقراطية، وده مبني على خصائص ليها علاقة بالتعليم وليها علاقة بالدخل، وبيكمل ده فكرة نظرية الحداثة بعد كده لما بيبقى فيه مستويات دخل أعلى وتعليم أعلى وكذا. هم أصحاب القدرة والمصلحة على الإتيان بالديمقراطية في هذا الإطار النظري، وهي فكرة منبعثة ومتسقة مع سياق تطور النظام السياسي الأوروبي اللي فيه البرجوازية الصغيرة تلعب في قراءة معينة تلعب هذا الدور بامتياز. طبعا هناك قراءات أخرى بس يعني ما علينا في هذه النقطة، وهي المحرك الأساسي للتحول من نظام إقطاعي ملكي لنظام فيه ديمقراطية ليبرالية تمثيلية بمعنى ما. تأتي أدبيات التحول الديمقراطي في الجزء الأخير من القرن العشرين لتؤكد على هذه الفكرة في حالات أمريكا اللاتينية وبعض دول أفريقيا جنوب الصحراء، وحتى بالمعنى الآني نرى ما بين كثير من الفاعلين السياسيين والنشطاء المقارنة ما بين الحالة التونسية والحالة المصرية، ترجع فكرة انتقال أسلس لنظام سياسي ديمقراطي في تونس عن في مصر لوجود طبقة متوسطة أكثر تعليما ودخلا وأوسع. لكن الحقيقة هذا التصور وهذا السياق خاطئ في تقديري، ويغفل تطور الطبقة الوسطى ونشوءها بمعنى تاريخي في العالم العربي والحالة المصرية اللي أنا بتكلم عليها، وكمان تموضعها بمعنى الاقتصاد السياسي في اللحظة الآنية. ياه ده أنا لسه ببتدي. طيب سريعا بقى وفي الأسئلة، بالمعنى الحرفي الطبقة الوسطى في العالم العربي وفي الحالة المصرية هي على العكس تماما من البرجوازية الصغيرة في أوروبا، هي ابنة الدولة بالمعنى الحرفي، ابنة الدولة بمعنى التعليم، تعليم الدولة وإعلام الدولة وتوظيف الدولة. وحينما تكون الدولة سلطوية والنظام هو جزء من الدولة، نحن بالتالي نتكلم على طبقة
ترى نفسها وترى مصالحها من أول التنشئة السياسية بتاعتها لغاية توظيفها مرتبط بالدولة، مرتبط بالنظام الحاكم. ده ينطبق على تصورات المواطن الشريف عن ماهية الوطنية، وينطبق كذلك عن كون في مصر هناك 6 مليون موظف أكل عيشهم مرتبط بالنظام وبالاستقرار وما إلى ذلك. ولهذا نرى تطابق شديد الحقيقة ما بين خطابي الإخوان المسلمين وهم في الحكم والعسكر وهم في الحكم الآن. هذا التشابه الحقيقة ينطبق على تصورات حوالين أركان الدولة والحفاظ على الدولة وماهية الدولة، كما ينطبق على وضعية المرأة داخل المجتمع، كما ينطبق على فكرة الرئيس المؤمن بأشكاله المختلفة. هو خطاب الحقيقة ممتد من الطبقة الوسطى في بكل إرهاصاتها في المحافظة السياسية، في التكوينات الاجتماعية والتصورات الاجتماعية وما إلى ذلك. هذا لا ينفي أنه بسبب تغيرات اقتصادية حصلت في 20 سنة الأخرى في التسعينات، مما يسمى يعني proletarization of the middle class، أنه في قطاعات من الطبقة الوسطى بتنزل لأنه الدولة بتتآكل في طرح التعليم المجاني والخدمات والتوظيف. فنلاقي أنه قطاعات، ده اللي بيفسر وجود قطاعات زي شباب خريج الجامعة كجزء من الحراك ده وكجزء من الثورة بمعنى ما. ولكن يبقى في الآخر المخرج السياسي مرتبط بالانتخابات، مرتبط بالصندوق وليس بالشارع. وهنا دي بقى نقطة أخيرة هقفل بيها، وأنا أزعم إن هي نقطة الحقيقة بتطرح على دارس العلوم السياسية إشكالية أكبر من إشكالية الربيع العربي، إشكالية تنطبق على ليه أوكيوباي وول ستريت ما كانش ليها مردود أوسع من كده. صندوق الانتخابات بالتعريف بيدي الناس خيارات محدودة ما بين بدائل، هو شبه كده المالتيبل تشويس أو السيرفي للباحثين، في حين أن الاحتجاجات الشارع هي السؤال المفتوح اللي الناس بتقدر جماعيا فيه تصيغ شعارات، ما هياش متطلبة بالضرورة ببرنامج سياسي، ما هياش مرتبطة بآليات الصندوق. فحينما حصرنا الثورات في المسار الانتخابي بالتعريف حصرناها في بدائل متعددة، فلو انت ما عندكش يعني انت بتختار ما بين ألف وب وجيم. ضف على ذلك بقى فكرة حينما تكون هذه الخيارات هي خيارات ناشئة عن نخبة هي بالتعريف ما زالت الطبقة الوسطى القديمة المدينية القاهرية كمان بشكل في معظمها، هي بتقدم خيارات موجهة للطبقة الوسطى ونابعة من تموضعهم السياسي، وبالتالي لم يتبلور بعد حتى بمعنى صندوق الانتخابات الخيار الأوسع الباني على المكونات المختلفة التي ظهرت في الشارع. وهنا ندخل بقى في الإشكالية اللي ما خرجناش منها لغاية دلوقتي، البيضة ولا الفرخ. هي الاحتجاجات في الشارع بتفرز نخبة سياسية جديدة قادرة على صياغة خيارات أوسع من هذه الخيارات المحافظة والمتشابهة في تقديري بين الإخوان المسلمين كمثال والنظام الحاكم الأكثر ديكتاتورية بمراحل، ولا الحقيقة أنه ده بيطرح علينا أن الثورات لا تحسم أصلا بصندوق الانتخابات، وبالتالي هنا فكرة أنه الحالة التونسية اللي صندوق الانتخابات ظهر فيها وبتوافق كل اللاعبين وكذا كذا مرة، لسه نلاقي احتجاجات الشارع رجعة وبقوة مرة أخرى. أظن ده بيطرح علينا إشكالية بمعنى سياسي وبمعنى
أكاديمي، الفصل ما بين المسارين، شكل العملية السياسية في هذا الجزء من القرن العشرين اللي أنا بشبهه شوية يعني الفين دو سيكل بالمعنى الفرنساوي، ويطرح علينا كفاعلين سياسيين إشكالية كيفية بلورة هذه المطالب في خيارات سياسية قابلة للتنفيذ وتأخذ بعين الاعتبارات الفاعلين الحقيقيون للثورة اللي في تقديري هم الطبقات العاملة وفقراء المدن، وليس فقط المسيطرين على العملية السياسية وهم الطبقة الوسطى القديمة. شكرا. سأنتقل للدكتور. شكرا. أنا كنت في الحقيقة أحدث نفسي بأني لن أتحدث حديثا نظريا، وسأحاول الاختصار قدر الإمكان لأن الوقت لا يتسع، لكن أجدني مضطرا للحديث حول قضية نظرية في حدود الدقيقة أو الدقيقتين، وهذه سأجتزئها من نفسي، مسألة التفريق بين الثورة والحركات الاجتماعية. أجد أن فكرة هذا اللقاء أو هذا المؤتمر قامت على أساس التفريق بين الحركات الاجتماعية والثورة. الحقيقة أنا رسالتي للدكتورة كانت حول الحركات الاجتماعية في اليمن، وناقشتها في يناير 1997، وأجد أنه لا فرق بين الثورة والحركات الاجتماعية. لماذا؟ علم الاجتماع عندما ظهر ظهر مرتبطا بقضية الثورة، وأوغست كونت عندما كتب هو جاء بعد الثورة الفرنسية، والثورة الفرنسية أحدثت هزة في المجتمع الأوروبي، فكان هناك موقفان، موقف مؤيد للثورة وموقف رافض للثورة. الموقف المحافظ الغربي في علم الاجتماع يرفض حتى تسمية الثورة بالثورة ويدرسها تحت اسم الحركات الاجتماعية، بينما الاتجاهات الراديكالية درستها تحت اسم الثورة لأنها تؤيد قضية الثورة. وجدوا أنفسهم في مأزق في الحقيقة، وفي الأخير وصلوا إلى تصالح ففرقوا بين نوعين، هي كلها الثورة حركة اجتماعية سموها الاتجاه المحافظ في علم الاجتماع، ولكن فرق بين نوعين، الحركات الثورية والحركات التطورية revolutionary and evolutionary. قالوا هذا في حركات تطورية يعني بالشويش 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 كذا، وفي حركات سريعة وفجائية. فأنا أرى أنه أنا أعد صديقي الدكتور حيدر أن أرسل الورقة في أقرب وقت طالما الأمر كذلك حتى تتضح هذه القضية وأنا أستبعدها، لأنه بعد ذلك أيضا ظهر ما يسمى بالحركات الاجتماعية الجديدة which bypass the state التي تتجاوز الدولة وتشتغل في المجتمع المدني، والحركات التقليدية التي تعمل في الثورة في الدولة. عموما ما لنا في هذه القضية، أنا سأبدأ في موضوعي مسألة البنى الاجتماعية في اليمن وكيف أثرت على قضية الثورة وكيف تم التلاعب فيها. بشكل سريع أعطي معلومات أولية حول البنية الاجتماعية للمجتمع اليمني. المجتمع اليمني مكون على المستوى القبلي من 5 قبائل رئيسية: حاشد، بكيل، ومذحق، وحمير، وحضرموت. هذه 5 القبائل أو الاتحادات، confederations، 5 اتحادات قبلية في داخلها قبائل صغيرة. التقسيم الطائفي، ومعذرة للمترجمات أنا دائما أتهم بأن أتحدث سريعا، سأحاول أن أبطئ قليل. نعم معلش، بس برضو بقتصر وبعرف أكمل الموضوع بما يستحقه، ما بجلس يتشعب. قلنا أنه فيما يتعلق بالمسألة المذهبية في اليمن، في الدينية كان لدينا أقلية يهودية هاجرت لفلسطين منذ عام 48، الآن ليس هناك أكثر من 9 أسر وليس عائلات يهودية في اليمن، وبالتالي ربما 100% من الشعب اليمني الآن هو شعب مسلم، يتوزع مذهبيا بين 3 مذاهب رئيسة: المذهب الزيدي وهو محسوب على الشيعة، والمذهب الشافعي وهو سني، ثم هناك أقلية إسماعيلية. هذه بالنسبة للمذاهب، مقسمة 21 محافظة. من الأشياء التي في اليمن تعتبر مختلفة عن الدول العربية الأخرى إلى حد ما، أن هناك تطابق بين التقسيم الطائفي والمذهبي والإداري، بمعنى محافظة تعز كلها تتبع حمير قبليا وكلها سنية المذهب. صعدة هي تتبع حاشد وبكيل وهي زيدية المذهب، وهكذا باستثناء 3 أو 4 محافظات اللي هي في الوسط تتقاسمها المذاهب المختلفة. طيب
هذا الوضع التقليدي للمجتمع اليمني. كان المجتمع اليمني وفقا لهذا كان مجتمعا أهليا، ولهذا الأخوة اللي دائما يستخدموا المصطلحات العربية ويقول المجتمع الأهلي وكأنه المجتمع المدني، لا، مجتمع أهلي بريمورديال سوسايتي، مجتمع أهلي يعتمد على الأهل العشيرة والطائفة وغير ذلك، بينما المجتمع المدني سيفل سوسايتي شيء مختلف تماما وسأوضح. إذن كانت بنية المجتمع اليمني هي مجتمع أهلي، وكان أيضا الدولة كانت غائبة في كثير من تاريخ اليمن، كثير من تاريخ اليمن كان يحكمها القبيلة تقوم بوظائف الدولة وهو الجماعة المذهبية إلى غير ذلك، وبالتالي كنا أشبه حالة بما يسمى الدولة الطبيعة، واللي سماها هوبز state of nature، حالة الطبيعة قبل ما نتحول إلى شكل آخر، وبأقول بعدين كيف تحولنا بشكل مشوه وأدى ذلك إلى نتائج سواء على الثورة أو على التطور الاجتماعي أو على الحداثة أو على الديمقراطية. كان من سمات القبيلة التقليدية أولا أنها بنية مساواتية إيجاليتيريان، يعني ما فيهاش تراتبية، الشيخ كان واحد بين متساوين، وهذا الباحثين الغربيين وأنا لتعليق بعد ذلك دائما عندما يكتبوا على اليمن يقولوا الشيخ one among equals، ما عادوش هكذا، قد تغير وأنا بوضح كيف تغير وكيف انعكاسات هذا على المستوى السياسي أيضا. القبيلة التقليدية كان الشيخ ممثل للقبيلة أمام الدولة، هو يمثل القبيلة أمام الدولة في المطالب في التمرد في كل شيء. القبيلة التقليدية كانت دائما متمردة على فكرة الدولة، الآن حصل شيء آخر، لكن تقليديا كانت القبيلة متمردة على الدولة. أما المذهب فسمات المذاهب التقليدية في اليمن أنها كانت علاقات دينية بين العبد وربه، تنتمي إلى المجال الخاص البرايفت سيكتور مش البوبليك سيكتور، اللي حدث بعد ذلك شيء آخر، تم تسييسها وخرجوها إلى المجال العام. كان أيضا هناك تقارب بين المذاهب إلى درجة كنا نقول أن الزيدية هي سنية سنة الشيعة، ونقول عن الشافعية بأنها شيعة السنة، يعني هناك تقارب كبير بين المذهبين الرئيسيين، ولم تكن هناك صراعات علاقات صراعية، كانت العلاقات المذهبية تقيد لتقوية الجماعة في داخلها وليس في مواجهة الجماعات الأخرى كما حدث فيما بعد وأدى ذلك إلى أمور كثيرة سوف نتحدث عنها. طيب إذن هذين التنظيمين القبيلة والمذهب هما الذين كان ينظمان الحياة الاجتماعية في ظل ما أسميته بـ state of nature، دولة الطبيعة اللي كانت سائدة. العلاقات فيما بينهم، هذه دولة الطبيعة معروف أنها مفكرية العقد الاجتماعي الذين تحدثون عنها state of nature، كانت أحيانا تأخذ الطبيعة الهوبزية، يعني لتوماس هوبز أنها علاقات صراعية، حرب الكل ضد الكل، يتحاربوا كلهم دائما، وكانت أحيانا أقرب إلى الحالة الطبيعية المدنية التي تحدث عنها جون لوك، أقرب إلى علاقات ودية طبيعية، علاقات تعاون إلى آخر ذلك. الذي حدث منذ أن حكم علي عبد الله صالح عام 1978، كنت أيامها مراهق صغير كذا، الآن شعري أبيض هو شعره أسود لا زال. أيامها أنا كنت عندما وصل لم أكمل البكالوريا عندما وصل إلى السلطة. طيب منذ أن وصل إلى السلطة علي عبد الله صالح تلاعب بهذين المكونين اللي هما القبيلة والمذهب، ما الذي فعله؟ سيسهما، تسييس، عمل تسييس للقبيلة وتسييس للمذهب، ليس شرطا وسأوضح ذلك أن عملية التسييس بمفهومها التقليدي بمعنى جعلهما يسعيان إلى السلطة، لا، سيسهما بمعنى أولقهما في المجال السياسي بما يخدم أهدافه هو. استحدث عنها. طيب ما الذي أدى إلى ذلك؟ أدى إلى تحول القبيلة من قبيلة إلى مشيخة. أنا لست مع من يدرس القبيلة اليمنية حاليا، وبالمناسبة كان لنا مشروع كبير درسنا فيه القبيلة مع الزميلين حيدر وهشام، كان مشروع على المستوى العربي وشاركنا فيه وطلعنا كتاب موجود في النت بالنسبة لنا الفريق اليمني اسمه القصر والديوان، الدور السياسي للقبيلة في اليمن، وأعتقد أنه كتاب رائد وفيه نقد للدراسات الغربية التي تدرس القبيلة بمنطق مختلف، يعني بولودري
قريش اللي كان يعتبر عميد دراسات القبيلة في الوطن العربي من خلال دراساته في اليمن، أرى أنه لا زال يدرسها قبل 30 سنة. لم تتطور أفكار بوليدريش وغيره من الدارسين بما يتلام من الوقت الحاضر، وأنا أدعي بأنه منذ قيام الثورة أمور كثيرة يعني اختلفت. ما الذي فعله علي عبد الله صالح؟ علي عبد الله صالح حول كما قلت القبيلة إلى مشيخة. كيف؟ أولا أغدق على مشايخ القبائل، أعطاهم الوظائف العليا في الدولة لهم ولأبنائهم وأقاربهم، أعطى لهم تحويلات كبيرة جدا إلى درجة أن 10% من الميزانية العامة للدولة هي تحت باب نفقات غير مبوبة يوزعها علي عبد الله صالح على مشايخ القبائل، أعطاهم السيارات والأراضي والتسهيلات العقارية، وأعطاهم الآن يمتلكون أشياء كثيرة جدا مشايخ القبائل. عندما حصل ذلك انفصل الشيخ عن القبيلة، انفصل الشيخ عن القبيلة وأصبح الشيخ شيء مختلف عن القبيلة، لم تعد البنية مساواتية داخل القبيلة، أصبح الشيخ إذا جاز التسمية يعني شخص فوق الجميع، ما عادهوش واحد من يعني ضمن متساوين، وإنما أصبح واحد فوق متساوين، أعضاء القبيلة متساوين لكن الشيخ حاجة ثانية. هذا لماذا ذلك؟ حتى يتعامل اللي منكم يتذكر الكتيب الصغير لدي لابواسيه اللي هو العبودية الطوعية أو المختارة كما ترجم voluntary salvation، إنه كيف تخلي الواحد يقبل أنه يكون عبد؟ علي عبد الله صالح بالضبط هذا اللي عمله، خلى المشايخ يقبلوا أنهم يكونوا عبيد له على أساس أنه يحولهم إلى قوة محافظة ترفض التغيير، لأن استراتيجية علي عبد الله صالح قامت على أساس سموها بعض الباحثين الآن بشكل سريع سموها بعض الباحثين اللي هو استراتيجية بقاء، استراتيجية بقاء رغم أني مظلوم، شوف أنا مراقب الساعة تماما. معلش طيب أقول بأنه حول القبيلة إلى قوة محافظة تدافع عن نظامه من أجل لماذا اختار القبيلة؟ القبيلة تعرف مشايخ القبائل هم رينت سيكرز، باحثين عن الريع، لا يبحثوا عن السلطة، لأنه البنية القبلية انقسامية، بكيل لا تقبل أن يكون شيخ حاشد هو رئيس الجمهورية، وحاشد لا تقبل أن يكون شيخ بكيل هو رئيس الجمهورية، ولا حمير ولا غيرها، وبالتالي هم يكتفوا بالريع، هم رينت سيكرز. هذا أعجب علي عبد الله صالح، يقول لك هذول الجماعة اللي تمام حيحافظوا على نظامي. أيضا استطاع أن يسيس بنفس الطريقة المذاهب، وراح أخي جمال قد يختلف معي قليلا، أول من بدأ بهم هم الإخوان المسلمين، أوعز للشيخ عبد الله الأحمر أن يسكل حزبا اسمه التجمع اليمني للإصلاح في مواجهة الحزب الاشتراكي، وهذا مكتوب في مذكرات الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر أنه أسس هذا الحزب الذي يعبر عن الإخوان المسلمين بدعم من علي عبد الله صالح، وهذه أول واحدة. ثم بعد ذلك أوعز لمقبل هادي الوادعي السلفي أن يؤسس معهدا في صعدة التي تعتبر كرسي الزيدية، هذه محافظة الزيدية طول حياته لم يكسب زيديا واحدا عندما أسس المذهب فيه، وكان يأتي بطلاب من باكستان وأفغانستان ومن جنوب شرق آسيا وبعضهم من المناطق السنية الشافعية ليدرسهم في هذا المعهد في صعدة، وبالتالي كان القصد منه استفزاز الشيعة أو الزيدية في هذه الفترة. عموما فيما يتعلق بالجانب المذهبي، أنا أدعي أن التطورات التي حدثت هي حولتنا من شيعة من زيدية وشافعية إلى 12 وسلفية وهابية. ما يتحارب الآن في اليمن هم الوهابيون والإثنى عشريون، ليس اليمنيين، أنا أدعي ذلك، وهذول سيسوا تسييسا. طيب إذن الآن يعني طيب هذا الأمر هو يوضح لكم لماذا انطلقت الثورة من تعز. تعز هي المحافظة المدنية في مناطق مدنية لا تخضع لهذه التقسيمات، تعز والجنوب، من عندهم فكرة عن الجنوب يعرفون بأنه قد كان تحول مدنيا، الآن أعادوا علي عبد الله صالح، ولكن لا زالت ريحة الدولة وريحة المدنية لا زالت موجودة، وكذلك تعز. ثورة 11 فبراير انطلقت من تعز، مقاومة الانقلاب الذي حدث منذ بداية عام 2015 عن طريق اجتياح العاصمة صنعاء من قبل قوى انقلابية الآن يقاوم في تعز، بقية المقاومات
منخرط فيها أبناء تعز، هم يمثلون الأغلبية، يمثلون الأغلبية في المحافظات التي تقاوم، حتى في الجنوب عندما يدعي الإخوة الجنوبيون نحن ندين لهم بأنهم فعلا كانوا قوة ثورية واستطاعوا أن يقاوموا، لكن مع ذلك كان أبناء تعز هم الكتلة الأكبر. وفي صنعاء في الساحات، من زار ساحات صنعاء سوف يعرف أن أبناء تعز هم الذين كانوا في هذه الساحات، وكانوا يقولوا عندما نقل ارحل لعلي أبو صالح يقولوا ارحلوا أنتم يا لغالغة أو براغلة. البرغلي هذا أنا بحثت عنها، برغلي برغلي فين؟ قلت لقيت في ليبيا ولقيت في العراق كرغلي وفي الشام، وهم أبناء العثمانيين من أمهات سمر عربيات، فكنا يقول علينا نحن مولدين أنه نحن بقايا العثمانيين في المناطق، لأن المناطق هذه سيطرت فيها الدولة العثمانية، وبالتالي يقولوا لنا كانوا ارحلوا أنتم أبناء تعز من العاصمة صنعاء. إذن الذي قام، وأنا أتفق مع الأستاذ في الأستاذ عصام في أن مسألة القبيلة أو التكوينات التقليدية هي تكوينات متقلبة لا تدعم الثورة على الإطلاق، هي بانتهازية تدعم الثورة، وإذا تحولت تتحول. الآن المناطق القبلية في اليمن كلها قابلة بالانقلاب ولا تقاوم، حتى الآن هم شكلوا مجلس مقاومة في صنعاء ومجلس مقاومة في عمران ومجلس مقاومة في الجوف، لكن في الحقيقة ولا يفعل شيء، إلى درجة أنه نحن نعلق عليهم نقول إيش أنهم يعني الآن باقي دقيقة استكمل فيها، نقول أنهم كل ما يفعلوا أنهم يخرموا عجلة سيارة من سيارات الشرطة، هذا أقصى ما يستطيعوا فعله، لكن مقاومة حقيقة لا توجد. عموما في الأخير الموضوع كبير، وأنا بصراحة بأختصر بس في الأخير الشيء أقول أنه رب ضارة نافعة، ما تحدث في اليمن حاليا من صراع مذهبي وكذا أدى إلى التعددية، وأنا أؤمن بأن الديمقراطية لا تحدث إلا في مجتمع تعددي، المجتمع الأحادي لا تحصل فيه ديمقراطية. إذن أنا مع يعني بعض من يقولون بأنه يعني الحرب تصنع الدولة والدولة تصنع الحرب، لا يمكن بناء دولة حديثة ولا ديمقراطية بمسألة تسويات أو كما يقال عندنا في اليمن بتقبيل الرؤوس، ما يصلح هذا، لابد من وجود حرب. ها، طالما أوجدنا تعددية الآن هذه خطوة أولى، ولكن نتمنى أيضا من الإسلام السياسي الآخر المقابل للحوثي أن لا يسلم نفسه لمشايخ القبائل كما يحدث حاليا، لأننا سنظل بين خيارات كلها سيئة. علينا أن نخرج من هذه المسألة، وأنا أطالب تحديدا حركة الإخوة المسلمين أن تتغير قليلا، لأن من إشكاليات حركة الإخوان المسلمين في اليمن أنها سلمت نفسها للنخب القبلية، الأمر الذي أدى إلى إجهاض مشروعها السياسي لصالح مشروع القبيلة. هي تختلف عن تونس، تونس الذي أدى إلى نجاح الثورة هو أن يوجد مجتمع مدني، لكن في اليمن لا يوجد مجتمع مدني قوي، توجد القبيلة، بعض الأحزاب سلمت نفسها القبيلة. أشكركم، معذرة الموضوع بصراحة طويل، وأنا الآن شعرت بما كان عليه الزملاء. جينا للأسئلة، وأرجو أن السؤال يكون محدود لكل مداخلة دقيقتين أو مقصوم للسؤال إذا بإمكاني. بأخذ ثلاثة أجوبة ونرجع نعمل المكان للمشاركة. ورقة لا هي هو مايكروفون بس. مرحبا. سؤالين للسيد خفاجي والسيدة المهدي. انكفاء النخب الناشطة عن الانخراط بالحرب بالقتال واستلام سميته المهمشين دفة العسكرة، مغاير مثلا لما حدث في لبنان بحرب الأهلية، على الأقل في بداياتها الناشطين والمحزبين دخلوا بالعملية العسكرية، بعدين مع تدهور الحرب الأهلية بقي المكان فقط لما يسمى مهمشين، أو على الأقل اللي أنتجهم في الحرب الأهلية. أما في البداية كان هناك انخراط لنخب، لطلاب، لمحزبين، لمثقفين، حتى بعضهم موجودين بالقاعة بالعمل العسكري
فكان انكفاء السوريين، وطبعا الحرب الأهلية الإسبانية كمان كان في نخب انخلطت بالعمل العسكري. ما سبب انكفاء النخب عن العمل العسكري واللي أعطى طابع للعمل العسكري بسوريا بشكل اللي رأيناه بعدين؟ فبس تفسير حول عدم انكفاء النخب عن الانخراط بالعمل العسكري وبالتالي صبغه بصبغة مختلفة. سؤالي للسيدة مهدي، أنا غير مقتنع بتفسيرك للفرق بين تونس ومصر على الأقل مما جاء في باللي قلتي. رفضتي مقولة الفرق بين الطبقات، بين الطبقة الوسطى وحجمها، وعزيتي الموضوع لوجود مجموعة كبيرة من الناس تعمل بالدولة بمصر، يعني هم أجراء عند الدولة. هل هناك أرقام تقارني فيها عدد العاملين بتونس لدى الدولة بالمقارنة مع مصر لتوصل لهي النتيجة؟ لأنه مش واضح أنه هذا يفسر الفرق بين اثنين. والخيارات الانتخابية اللي أنت رفضتيها أنه هاي خيارات إلى حد ما معلبة للطبقة الوسطى، يبدو أنها نجحت في تونس. الاحتجاجات القائمة هلأ اللي كمان حاولت تقولي أنه دليل على عدم نجاح وبالتالي بدنا ثورة شعبية بعد أكثر، هاي الاحتجاجات طبيعية جدا ببلد يعاد إنشاء، وحتى ببلاد مستقرة مثل فرنسا بصير احتجاجات وحرق سيارات. فالمقول اللي عم تحاول تقوليها أنا بدنا شيء راديكالي وثورجي أكثر وطبقي بمعنى، لا ينطبق برأيي على الحد الآن على الثورة التونسية، إلا إذا صار في انهيار بالثورة التونسية واعتبرنا أنه الخيارات الانتخابية هاي خيارات معلبة لا تنتج ثورة. شكرا. كارول كربيج، أنا حابة ناقش المداخلتين تبع أستاذ رباب وأستاذ عاصم عصام عفوا. صراحة النقاش اللي حضرتك فتحته عن دور المهمشين برأيي منه كتير بديهي بالمراجع، بس بوافق دكتورة رباب انه منه بديهي انه الدور الوحيد اللي لعبوه المهمشين هو سلبي. في نقاش اكاديمي عالمي على هذا الموضوع، اذا هيدي الطبقات اللي هي إذا بدنا نقول البروليتاريا الرثة، إذا هيدي الطبقات هي طبقات ثورية ولا طبقات خطرة. مثلا ستاندينج بيعتبرها طبقات خطرة، عاصف بيات بيعتبرها طبقات ثائرة. هلا أنا بدي أخذ المقاربة تبع رباب على موضوع كيف ممكن فهم الطبقة أو ربط تحليل الطبقة بالسياق التاريخي وبالعوامل الاقتصادية السياسية والاجتماعية لفهم التغير، كيفية تغير الميول السياسية عن طبقات معينة، مع الأخذ بعين الاعتبار تعقيد وتشرذم هيدي الطبقات إن كان طبقة وسطى ولا طبقات مهمشة. بموضوع الطبقات المهمشة، إذا أخذنا مصر مثلا، المهمشين لعبوا دور كتير أساسي بثورة 25 يناير، تحديدا بالمواجهات مع الشرطة، كانوا سكان عشوائيات وعمال فقراء هنا عم بيخوضوا هيدي المعارك. وبذات الوقت طبقات، إذا بدنا نقول بين مزدوجين، طبقة البلطجية اللي هي الطبقة اللي هي يعني أداة النظام، أداة قمع، هي كمان من هذه الطبقات. فكيف منفسر أنه نفس هول إذا بدك اللي ما عندهم شيء يخسروا، اللي ما بينتجوا قيمة مضافة، كيف بمطرح معين ممكن يكونوا مع الثورة ومطرح تاني ممكن يكونوا ضد الثورة، وكيف بينتقلوا من هذا المكان لمكان آخر؟ ما بتصور في جواب واضح لهذا الشيء، بس أنه بتمنى تناقش بالموضوع. شكرا. طيب، أنا جدا فرحان إنه في ورقة يمنية، أشكر الأستاذ عادل وأتفق معه في كثير مما ذكر. في عندي ملاحظتين موضوعيتين، وحتى أقدم أنهما موضوعيتين فأنا لم أعد منتميا. أنا أول ما بدأ الانحياز في اليمن بين شيعة وسنة كتبت البيان رقم واحد في الفيسبوك، سميته البيان رقم واحد، وقلت أني لست سنيا ولا شيعيا، وحتى الإسلام أنا منتمي له باشتراطاتي الخاصة، وبما في ذلك الانتماء السياسي. الانتماء السياسي ليس هناك ما يشرف أن ينتمى إليه في اليمن سياسيا من وجهة نظري الشخصية، وليس لي أي انتماء حاليا.
القبيلة في اليمن قاومت الحوثي، والذي باع القبيلة هي الدولة. سأقول كيف. أنا أعمل على عمل استقصائي سيبث إن شاء الله في مارس في برنامج الصندوق الأسود على الجزيرة. الحرب سريعا، الحرب في صعدة كانت القبيلة تحارب مع الدولة، الحروب الستة الأولى مع الحوثيين كانت القبيلة تحارب مع الدولة. ثم تحدث بعد الحرب الأولى مثلا هدنة، القبيلة توقف فيتفرغ الحوثي لمحاربة القبيلة، فيتم تصفية القبيلة التي حاربت مع الدولة والدولة تتفرج. وتكرر هذا في ستة حروب. القبيلة اليوم هل تعلموا، يعني معلومة دقيقة جدا وأنا متأكد منها ولدي الدليل على ذلك، من أطلق الرصاص على حسين بدر الدين الحوثي مؤسس الحركة الحوثية هو في هذه اللحظة يحارب مع الحوثيين وقائد عسكري مع الحوثيين، لأن الدولة تركته. أرحب لم تسقط. من هو يا أستاذ جمال؟ حسين الوروري شيخ من مشايخ حاشد. هذا تاريخ خاص. النقطة الثانية وهذا تاريخ خاص ولا حاجة، أنا أمتلك الوثيقة وتظهر إن شاء الله شهر ثلاثة تشاهدها. الفكرة الثانية أنه أرحب لم تسقط إلا بعد سقوط صنعاء. عندما حاولت الحوثيين أن يدخل إلى صنعاء من قبل أرحب التي هي قبيلة على ضواحي صنعاء، الحوثيون لم يستطيعوا. بعد ذلك قال عبد الملك الحوثي أن علي بن أبي طالب أنه رأى علي بن أبي طالب في المنام وقال له هذه المعركة ليست معركتك وانسحب. قال ذلك وهذا معروف بالإعلام. ثم بعدما سقطت صنعاء العاصمة استطاع إسقاط أرحب. لم تسقط أرحب إلا بعد سقوط عمران ثم صنعاء، وهذا موثق. إذا القبيلة حاولت، أقصد حتى أنا من تعز بالمناسبة ومتزوج من تعز، لكن حتى لا ننسب فقط أنه اللي قاومت تعز، هناك حالات مقاومة الأكثر إشراقا والأكثر مدنية هي تعز صحيح، لكن هناك مقاومات كثيرة جدا وما زالت. فهذا بموضوع تأسيس الإخوان المسلمين. اختزال، أنا لو كنت إصلاحي ما زلت سأفرح أن الحزب يمني إلى هذه الدرجة، بمعنى أنه فقط علي عبد الله صالح طلب من عبد الله بن حسين الأحمر أن يؤسس. هذا اختزال غير موضوعي باعتقادي. الإخوان المسلمين أنا أعرف وأنا درست وأنا كنت منهم ودرست كيف تأسس الإخوان المسلمين وأعرف ذلك تماما. هو أسست الفكر اليمني مصدره من تعز. الإخوان المسلمين أسس محمد عبد المخلافي في تعز تنظيميا. القبيلة كان هناك علاقة بين، يعني قديما، يعني لو دخلنا بين الأستاذ الزبيري وبين عبد الله بن حسين أدى إلى دخول عبد الله بن حسين إلى حركة الإخوان المسلمين كانتساب فخري. وحتى عندما كانوا يختلفوا تنظيميا يقول للتنظيميين ادخلوا الغرفة يتفقوا وأنا موافق معكم، لا يعرف ما هو الحزبية وما هو التنظيم. توضيح السؤال. هي مداخلة. واضح. والأستاذ يعلق. واضح. الأستاذ خلاص. وما حد بيسأل الأستاذ عادل لا تقريبا. واضح. عاصفة الحزم تتكرر هنا. لحظة، هل في دورة أجوبة بعدين نرجع على الأسئلة؟ مين بحب يبلش؟ يعني سؤالين مهمين، سؤالين مهمان إذا صح التعبير. لن أنطلق من التعريف النظري، أبدأ من ما تفضلت به المتحدثة، لأنه مرتبطان القضيتين. بالنسبة لي أولا، تسمية مهمشين هي ليست تسمية أخلاقية. It's not an ethical judgment. الجانب الآخر، من يلعب الدور توازن القوى بين الأطراف المتشاركة في العملية الثورية، بتصوري ولا أدعي أني أقدم الجواب، هو من يحسم طابع إلى أين تتحرك هذه الجمهرة. لعبت دورا حين كانت لوحدها، لعبت أدوارا مخربة كثيرا في تاريخ مصر نفسه. السقط على الحكم الملكي في مصر عبر عنه الهامشيون بحريق القاهرة في سنة 51 الذي كاد أن يدمر القاهرة. بالنسبة للقضية ليست فقراء، في الحقيقة ما لم يتح لي الوقت لإبداء أن الفقر لوحده لا يفسر شيئا ولا يولد تضامنا بين الفقراء. وبالتالي فقراء المدن، فقراء دمشق مثلا، حي الميدان، القابون إلى آخره، بدأوا في مظاهرات وبدأ الجيش الميدان بدأ، اسمح لي يعني ما رح نعمل مثل أحبتنا اليمنيين، يعني لن ندخل. حي الميدان هو أول من قصف، هو أول من قصف من قبل الجيش والمدرعات. لم يواجه المتظاهرون بهذه القسوة. عبر عن مثل المذهب.
طيب القضية ليست في تسجيل التواريخ. حي الميدان الذي هو حي حضري من الدرجة الأولى باركس اكسلانس، وبالتالي بالنسبة لي القضية ليست قد يلعب نفس تلعب نفس الفئة هذا الدور وذاك الدور. يعني بالنهاية إذا فهمتك جيدا إنه هذا التعبير بدأ حديثا، سون كيلوت بالثورة الفرنسية هم الهامشيون وهم اللي جاءوا بالرين أوف تيرر لروبسبير. الآن يعني من وجهة نظر إن هيستوريكال بيرسبكتيف كيف نرى هذا الأمر، كيف هذه قضية أخرى. هذا يأتي يعني يقود إلى السؤال اللي تفضل فيه السائل الثاني، وهنا ما أعرف إذا فواز رح يوافقني أو أطلب الإذن. الفرق بين المدينة والريف في لبنان هو باستثناء الجنوب، ويعني الفرق في المنطقة الوسطية اللاعبة الدور جبل لبنان وبيروت ومحيطها أقل بكثير من الفروق بين المدينة والريف، المساحة أو غيرها. يعني هذا موضوع يتطلب إجابة أخرى، أقل بكثير مما هو في بلدان أخرى، أقل بكثير من الحديث عن حين نتحدث عن الصعيد والوجه البحري. أنت تتحدث عن عالمين مختلفين. أنت لما حين تسألني فلان من شملان أو من بيروت صعب هذا الحديث، ابن شملان هل هو مدني أو لا؟ ولذلك إذا صح التعبير وأتمنى من أن لا يفهم هذا الشيء، المهمشون هم لأن هناك هجرة هائلة كانت من الجنوب، المهمشون هم وقود حزب الله. أما في 74 من كان بدأها مدنيون. لا أزال أذكر هذه المظاهرة الشهيرة، بشير الجميل من الجامعة الأمريكية من هذه الجامعة، نصير الأسعد إذا كانوا يقودون التظاهر. حين يتحول العمل إلى عمل عسكري، أنا شايف الصورة يا عمي. طيب فمطبوع بذاكرتي. فبالنسبة للبنان القضية مختلفة. هل كان أبناء المدن هم ليس لدي معلومة يعني إحصائية مدققة عن عدد أبناء المدن، بس بتخيلي أنه قضية لبنان يعني مختلفة بهذا المعنى، أنه الفرق بين الضيعة والمدينة فرق قليل جدا. شكرا. طيب الحقيقة أنا ما كنتش بحاول يعني إجابة على السؤال الأولاني، أنا ما كنتش الورقة ما كنتش بحاول أطرح فيها مقارنة ما بين الحالة التونسية والحالة المصرية. أنا استخدمت الحالة التونسية في مقابل الحالة المصرية كجزء من ثلاث أمثلة للتدليل على من يزعمون بأهمية الطبقة الوسطى، سواء بمعنى كلاسيكي أو حتى الحالة الآنية. ده في الشق الأول من السؤال. الشق الثاني طبعا اللي حضرتك بتقوله ده جائز جدا، انه الاحتجاجات دي مش يعني هي مجرد حالة وقتية مرتبطة بسياق زي ما بنشوف احتجاجات او مظاهرات في سياق ديمقراطيات راسخة في اوروبا، ده لا يعني تغير النظام. انا عندي تصور عكس ذلك. اعتقد انه ما حدش فينا هيقدر يجزم بشيء غير لما نشوف كمان خمس سنين ايه اللي هيحصل. يعني هل ده جزء كده من انفجارات صغيرة، ولا الانفجارات الصغيرة كما أزعم ده جزء من تكملة هزات أرضية كبيرة بتعيد صياغة المجتمعات العربية بالكلية. كارول متفقة معاكي، واللي بتشيري دي ليه الحقيقة شيء في منتهى الأهمية، وهو استكمال في تقديري لنقد ماركسي لفكرة البروليتاريا الرثة وموضعها فين. أنا تقديري أنه السياق اختلف تماما عن ما كان يقوله به الماركسيين في 1848 مثلا. بمعنى يعني هو يعني ايه بروليتاريا دلوقتي، وبالتالي يعني ايه بروليتاريا رث في شكل نمط الانتاج، في شكل فقراء المدينة دول اللي هم في جزء منهم خريجي جامعات الحقيقة
تحطيهم فين؟ انا متفقه معاكي وده شفناه انه في كان في حاجه سيركمستانشال ظرفية جدا في الحالة المصرية، يعني ناس بنلاقيهم ضد الشرطة وبعدين بنلاقيهم بعد كده واقفين مع الشرطة بيضربوا المتظاهرين. ده بيعزز تصور أنا بزعم أنه تصور ماركسي كلاسيكي خاطئ عن أنه ما يسمى البرولتاريا الرثة وأن هي the riffraffs، يعني اللي هو بيتشيروا. انا اعتقد انه الموضوع اعقد وانه في سيجمنتيشن زي ما هو داخل الطبقه الوسطى في سيجمنتيشن ضروري للتمييز ما بين ما يسمى كده اعتباطا بفكره المهمشين او البرولتاريا الرثه، دول ريف ولا حضر، موقعهم الوظيفي ايه، موقعهم في العمليه الاطول، انهي نوعيه من الاحتجاجات اللي يستخدم فيها العنف ولا اللي ما يستخدمش فيها العنف، موقفهم بيبقى ايه في الاحتجاجات اللوكالايزد اللي هي داخل منطقته، يعني في السيده زينب او في كرداسه في مقابل في وسط البلد. وعلشان كده هو كتاب بقى. شكرا. طبعا صديقي جمال انا الوحيد نتحاور، ولهذا ساترك المساله لحوار خاص بيني وبينك، لكن بشكل سريع سأجيب على قضية لأنها تهم الجميع، يعني لا نتحدث عن اليمن وكذا. أنت فيما يتعلق بالرد عليك أشتي أقول لك فقط أنه ينبغي التفريق بين مقاومة قبلية ومقاومة في المناطق القبلية. مقاومة قبلية عندما يعلن شيخ القبيلة أنه ضد قضية فلانية ويأخذ رجاله ويخرج يقاتل، هذه مقاومة قبلية. لكن أن تحدث مقاومة في صنعاء أو عمران ليست مقاومة قبلية، كلهم من أبناء تعز. اسمح لي طيب ما نشيشنا قدام الناس، خليه وحدنا. الذي قاتل في عمران هم أبناء تعز يا أخ جمال. اثنين، الذي أطلق الرصاصة على حسين الحوثي هو قواس الذي قتله وليس الوروري. الوروري عميل لعلي عبد الله صالح وعميل بعده للحوثي ويتنقل كل يوم في مكان. مسألة الاختزال، لم أختزل تاريخ الإخوان المسلمين، أعرف أن حركة الإخوان المسلمين بدأت في اليمن، وهنا القضية التي أريد أن أوضحها للزملاء الآخرين لأنها ذات بعد نظري فيما يتعلق بهذا. لم أختزل حركة الإخوان المسلمين، أعرف أن حركة الإخوان المسلمين بدأت عام 48 عندما جاء الفضيل الورتلاني وهو جزائري إلى اليمن، وكان معه عبد الحكيم عابدين زوج أخت حسن البنا، وعملوا حركة الإخوان المسلمين. لكن أنا أفرق بين الحركة والحزب، لم يتأسس حزب إلا عام 90 على يد الشيخ عبد الله. وهنا للزملاء القضية النظرية، الحركة الاجتماعية هي مقابل للحزب وليست مقابل للثورة. الذي طرح الأساس النظري لهذا المؤتمر أن الحركة الاجتماعية هي مقابل الثورة، لا، الحركة الاجتماعية هي مقابل الحزب أو التنظيم الحزبي. هذا تنظيم فيه تراتبية، تلك ليست فيها تراتبية، هذا فيه قيادة، الحركة الاجتماعية ليس فيها قيادة، هذا فيه برنامج سياسي، الحركة الاجتماعية ليس فيها. وبالتالي فمفهوم الحركات الاجتماعية social movements هو مقابل لمفهوم التنظيم الحزبي، وليس هو أداة للثورة قد يكون وقد يكون معيق لها. هذا الكلام حبيت أقوله للجميع، أما ما تبقى سوف نتناقش نقاشا طويلا في مكان آخر. شكرا. جولة ثانية من الأسئلة، أرجو الاختصار. في عنا دكتور فواز. يعني مع السعي للاختصار، أنا بعتقد إيجابي جدا أن نحاول مقاربة الثورات من منظار سوسيولوجي، وبالتالي عنا عينتين، واحدة عن محاولة مقاربة طبقية، واحدة من خلال محاولة مقاربة سمية أهلية أو قبلية. بعتقد يعني تعليق على عصام سريع، بين يعني تفسير المحددات الاجتماعية الممتاز لانطلاق الثورة والانتقال الفجائي إلى يعني إعطاء حكم قاطع على ما يسمى المهمشين، والمقارنة بين مظاهرة بالمدينة وبين ما اعتبر أنه يعني هو تدميري لدى مهمشين لم نحدد فعلياً
انتماء اجتماعي. بعتقد يعني في فجوة كبيرة بدنا نقاش ما رح ادخل فيها، بس بعتقد يعني هون مجال النقاش. هلا بالنسبة لرباب عم نحكي عن طبقات، بنحكي عن طبقة الوسطى. مشكلتنا انه وهذا نهج السائد، في يعني فقراء وفي ميسورين في طبقات وسطى، بس الباقيين مش طبقات. يعني كيف نخرج من هذه اللعبة تبع الأسكوا؟ أولا بالاعتراف بأنه طبقة يعني فئات متعددة جدا، وبالتالي يعني الشيء اللي ما قلتي لنا يا رباب هو هل هناك طبقة وسطى ولا طبقات؟ ويعني اختصار بالعاملين بالحكومة بده بحث كثير. والأهم من ذلك يعني حتى لا نختلف حول قضايا ما بتستاهل الاختلاف، يعني أنت أشرت يمكن كارول قياس سلوك فئات اجتماعية له علاقة بالظرف اللي عم تتصرف فيه. يعني الطبقة الوسطى ليست جوهر فيها تكون نازية وفاشية وديمقراطية ويسارية بنفس الوقت حسب الظرف، مش انه بنفس الوقت، بس يعني من قبيل التذكير انه فتحنا موضوع. اتمنى لو انه اعطي كافة امكانياته. اخيرا حول اليمن اذا يعني يسمح لي، نفس الشيء يعني المقاربة تبدأ بالقبيلة. نتناسى بانه الجمهورية باليمن نتجت عن اعادة ترتيب كاملة للعلاقة بين ريف ومدينة، بين شمال وجنوب، بين الحواضر والمدن، وهذا المدخل معلش وهذا المدخل الفعلي. الإضافة الوحيدة هي أنه عم تعتمد نفس أسلوب أنه الريع يفسر كل شيء وشيخ القبيلة هو كل الأمر، بالوقت اللي تزكي قد ما بتقدر تعز بلا ما تفسلنا أنه تعز هي المنطقة الزراعية، تعز هي المنطقة الصناعية، تعز هي منطقة المغتربين، وبالتالي تعز هي المدينة بمعنى ما. وبالتالي مطلوب وأن حوالي علي عبد الله صالح مش مشيخة، هو من الطرف الضعيف بإحدى أفخاذ حاشد كما تعلم، وأن هناك 10 عيال باليمن حسب الأمم المتحدة تحتكر الاقتصاد اليمني. فأنت عم تحكي يعني هذا موضوع الريع بينحكى وكأنه اليمنيين ما بيشتغلوا غير أنه في واحد معه مصاري بوزع عليهم. هذا ما جنى علينا مفهوم الزبائنية، يعدم الاقتصاد. فما بنحكيش عن الاقتصاد، فاليمن بيصير قبائل وبيصير ريوع بيوزع رئيس ما نعرف من وين جاي. يعني مع الاعتذار بس انه إعادة توظيف البنى القديمة بمجتمع رأسمالي هو رأي مفتاح بحث كله بهالموضوع. وعفوا عن الإطالة. شكرا. يا الله سمينة فوق لا ورا فوق. Yeah, but your turn is coming. Okay. مرحبا، اسمي سامي سلوم، طالب ماجستير علوم سياسية وشؤون دولية بجامعة البلمان. بليز بس بدي أحب وجه مداخلة وسؤال صغير لأستاذ عصام. أول شيء بحب حيك على البيبر صراحة، لأنه جمعت فيها بين روح أكاديمية مع عواطف، يعني حسينا فيها. أنا كمستمع حسيت بالدمعة اللي عم تنزل من عينك على سوريا اللي عم تتدمر. وكمان بتفق كتير على كتير بقصص معك، انه اكيد بظل الاسد الابن زادت الفجوة بين الفقير والغني، وهي اكيد يعني بضواحي المدن كما انت وضحت. وانا اكيد بعتقد السبب انه هو السياسة الخصخصة اللي اتبعت والسياسة النيوليبرالية الاقتصادية. كمان بتفق معك انه التسليح الثورة او انه لم يكن خيار، انه بين خيارات عدة، وان النظام هو كان له اليد الاساسية بتسليح الثورة. بيختلف على قصة معك حضرة الدكتور، انه
حول تقسيم المناطق بسوريا كما يعني مثل ما او بتصنيف المناطق السورية عندما قسمت المنطقة الساحلية او عندما قلت المنطقة العلوية في نوع من الحديث كأنها كتلة واحدة. بس لنتذكر شوي انه بالاسبوع الثاني من الثورة السورية او من الحراك السوري بانياسي اول من رد صرخات درعا، وبانياس اول من يعني اول مدينة واجهت الدبابات للجيش العربي السوري، الجيش السوري، وكانت كمان مذبحة اللي صارت بضيعة البيضاء إذا أو البيضاء على ما أظن اسمها. كمان بدنا نوضح فكرة أنه حضرتك عطيت نسبة 130% عطيت نسبة 130% أنه دخل الفرد بالمنطقة الساحلية أعلى من المناطق الأخرى، صح؟ في شيء يعني أعلى من المعدل العالي. طبعا هلأ مثل ما قلت أنه الأرقام بتقول بجوز المنطقة الساحلية حسب UNDP أن الدخل أعلى، ولكن إذا ننظر بالمنظور الحقيقي نرى أن الفلاح الذي هو ولد من الطائفة العلوية هو أيضا فقير مثله مثل أي فلاح، يعني هو يأكل يعني هو أكل الضهرب إذا بدنا نحكيها باللغة العامية، أكل الضهرب مثله مثل أي فقير أو مثل أي من الفئات اللي تأثرت بسياسة الخصخصة، وبذلك هو صراع في كان في صراع طبقي يعاني منه حتى الفلاحين بالمنطقة الساحلية. بختلف معك بأنه كمان بشغلة تسليح الثورة أنه السلاح بالثورة أو العنف بالثورة السورية هو السبب الذي شرذم الثورة السورية. أنا بعتقد actually أنه السبب الرئيسي ليس السلاح، لأنه السلاح هو ظاهرة طبيعية أو العنف بأي ثورة، شفنا الثورة الفرنسية والثورة الروسية والثورة الإيرانية جميعها كان فيها عنف وفي الدم. أنا أعتقد أن السبب الذي أضعف الثورة السورية والحراك السوري هو أن عقلية الإلغاء التي وجدت عند فئة مؤثرة من المعارضة السورية. يعني عنا بالأسبوع الثاني من الثورة السورية أو بالأسبوع أو بالشهر الأول بعد مضي شهر على الثورة السورية خرجت جمعة اسمها جمعة هيئة التنسيق الوطني لا تمثلنا، يعني هي هيئة من المعارضة كان لها أثر على الشارع السوري، أسبق يعني ألغيت بشكل كامل وعملت كأنها هي جزء من النظام واتهمت أنها معارضة من النظام. الشغلة الأخيرة أنه كمان الأكراد هم يشوا من الثورة السورية مع أنهم أول من انتفض حتى قبل العرب في درعا، هم أول من انتفض بشباط مع الثوار الدمشقيين مثل ما حضرتك قلت، هم ردوا الصوت وانتفضوا بالشرارة ولكن هم يشوا بالثورة السورية. لهيك أعتقد أن السلاح ليس السبب بل هو العقلية الإلغائية في الثورة ببعض قوى المعارضة الفعالة بالثورة السورية. شكرا. العقلية الإلغائية الموجودة عند بعض الفئات بالمعارضة السورية. شكرا. سؤال نعيم شلغوم، إذا اعتمد أو إذا سمى تركيز رباب المهدي على أهمية فئة موظفي الدولة، عندي انتباه من بعض الأصدقاء الجزائريين أنه نسبة العاملين اللي بيشتغلوا كموظفين دولة في الجزيرة في الجزائر كتير عالية، هل لهذا أثر على، أنا بشكرك على مشاركتك بس عندي سؤال بالنسبة مثل هذه العلاقة، إذا فعلا نسبة العاملين اللي هم موظفين دولة عالية جدا هل لهذا تأثير؟ والسؤال الثاني للأستاذ إسامة خفاجي، أنا لم أفهم لأنه كنت تسرع بعض المقدمة لدرجة أنه هل بتميز بين دور الاستخبارات بسوريا يمكن شيء 20 جهاز استخباراتي والجيش أي العسكرة في تحليلك، وكيف منهجيا تعتمد وتبني على الفرق بين معدلات الداخل بين يعني المقارنة بين الساحل والداخل، ولم أفهم دور حلب في الداخل في تقسيم سوريا، ولكن ظاهرة الغنى النسبي للساحل كل بلاد الشام
بالمقارنة للداخل قديم جدا، كان موجود من القرن 19. فكيف تبني أو كيف تستنتج من دراسة معينة الـ UNDP شيء تعبر عن الفوارق الحديثة التي أدت إلى ثورة سورية بأشكالها المختلفة؟ أجيب. نبلش عندك يعني من آخر سؤال ونرجع نطلع. مثل ما بدي. يعني الأسئلة اللي أثيرت على لأنها مهمة جدا، وهذا لا أقوله من باب المجاملة، تتطلب وقت طويل، ولذلك سأحتاج سأمر عليها بشكل برقي. عفوا لو بس الاسم. أهلا أستاذ سامي، حتى لا أكرر الزميل. ولا أسئلة سامي مهمة جدا، كما أسئلة تعليقات الآخرين فواز بالتأكيد. أولا لأوضح، يبدو أن هناك سوء فهم. أنا اقتطفت من الـ UNDP وقلت هكذا قسموا سوريا، ولسوء الحظ هكذا قسموها، بحيث لم نعد نستطيع أن نعرف حلب لأنها دمجت ضمن الشمال الشرقي وإلى آخره. فهذا ليس تقسيمي أنا، هذا ليس تقسيمي أنا. ولذلك لكي أستفيد من أستغل الوقت، لذلك هذا أيضا بالنسبة للسيدة، آسف للقول، ليس صحيحا القول بأن عبر التاريخ كان الساحل السوري أغنى. لا، حلب هي الأغنى على الدوام، ودمشق. ولكن في ضمن هذا الشيء أنا لم أتحدث عن بالحقيقة بدأت من الأرقام لكي أنتقل فيما بعد للقول بأن الغنى والفقر ليس هكذا، ليس موزعا طبقيا طائفيا. عشية وصول البعث إلى السلطة كان أفقر الفقراء هم العلويون. والآن لنتحدث سياسة، وهذا كتبت في أكثر من مقال، نحن ننسى، لا أقصد أنت، ننسى بأن خيرة وأوائل المعارضين السوريين لنظام البعث هم كانوا علويين، ومعظمهم أحتفظ بصداقات عميقة، بعضهم يعني لا داعي لذكر الأسماء، كثيرة جدا. أول من تعامل معهم النظام بوحشية ووحشية قاسية صلاح جديد، ظل بالسجن 33 سنة، اللي انقلب عليه رابطة العمل الشيوعي اللي معظمها من العلويين، سعد الله والنوس، أسامة محمد، يعني ممكن خيرة المعارضين من المثقفين والمناضلين السياسيين. أنا لا أنتمي إلى هذه الاختزالية، علوي مقابل كذا. ولذلك قلت المشكلة في العسكرة أنها عززت الاستقطاب. هناك شيء لا يقرره المناضل سلفا، ولذلك قلت أن العسكرة أزاحت كثيرا من الحضريين، أولا بسبب، أعتقد وجه سؤال لماذا، أو أن هناك نزعة إغرائية. نعم، ولكن من سمح لهذه النزعة؟ طبعا أنا لما تعطيني فرصة لكي أنهب، طيب ما لم نتحدث عن ملائكة، عفوا، إلغائية، عفوا، السلاح يؤدي إلى الإلغاء، السلاح يجعل من غير المسلح يجعله خاضعا. هذا حصل حتى في الحرب الأهلية اللبنانية، إذا لم يعني يخطئني فواز، هذا حصل حتى في لاحظ الانقلاب في التمثيل السياسي في داخل الحرب الأهلية اللبنانية، كيف انتقل من أحزاب سياسية لكي تبتلعها الأحزاب المسلحة، باستثناء يمكن الدروز، الحزب التقدمي الاشتراكي لم ينحصر انقلاب فيه. الكتائب التي هي كانت أم الأحزاب المسيحية أصبحت القوة المارونية، هي القوات اللبنانية المسلحة، طبعا الكتائب كانوا أيضا مسلحين، وهذا حصل هنا وهناك أيضا. وبالتالي السلاح يلغي الآخرين أو يخضعهم،
أو يخضعهم. وهناك شيء اسمه الاقتصاد السياسي للميليشيات، الاقتصاد السياسي للصراعات الأهلية، وشرفت بأن درست هذه المادة المبتكرة في ييل لا غيرها، في جامعة ييل، وبالتالي تعلمت كثيرا. وقلت لطلبتي إنني ابن عدد نظرية، أنا ابن تجربتين عشتهما، كردستان والحرب الأهلية اللبنانية. فبالنسبة لي يعني التعابير كل الثورات مسلحة ليس صحيحا، إلا إذا كان المقصود أن كل الثورات يقع فيها ضحايا. إذا كان الضحايا الإيرانية بدأت وانتهت سلمية، بدأت وانتهت سلمية، التونسية كذلك، المصرية برغم موقعة الجمل. أقصد أنه لم يحمل الطرف الثائر، لم يحمل السلاح ويخوض حربا، هذا هو المقصود بالنزاع المسلح. أما أن يقع ضحايا من الشعب المصري، من الثوار المصريين، هذا لا نقاش عليه. بالنسبة للجيش والإسلام، هذا موضوع، هذه الموضوعات تناولتها بالورقة وبالضبط اللي تفضل به فواز. نعم انتقلت لما أحسس بأن الوقت يعني، ولكن القضية أنه لم ألغي هذا الموضوع. تحدث عن النظم العقائدية واختلافها عن النظم الأخرى، يعني نظام مبارك ليس نظام عبد الناصر مهما قلنا. الجيش العقائدي النظام، وتحدث هنا، لهذا لم ينشق تنشق الطاعات كاملة من الجيش السوري، وكذلك في ليبيا. هذان النظامان العقائديان يعني يبنيان أجهزتهما على أشكال متعددة. هناك حالة وحدة صغيرة لانتفاضة جماعية للجيش في سوريا في جسر الشغور، وانتفضوا جماعيا وانشقوا، ولكن فيما بعد كانت ضابط ومجموعة الجنود معه أو أفراد أو إلى آخره، انشقاقات كبيرة لقطاع. هذه مسألة يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وهي غالبا ما تقود إلى حرب دموية، تبدأ ثورة والنظام يدفعها إلى أن تكون حرب دموية. شكرا، يعني هناك الكثير من الأسئلة اللي تعبر عن اهتمامكم أنتم، وهذا يشرفني. طيب نايم بس عشان المكلمة. طيب بشكل سريع، ما في شيء إلا ملاحظة واحدة. أستاذنا فواز طرابلسي، أولا أنا سعيد أنه أشوف الأستاذ فواز وجنبه الدكتور سلامة كيلانا، تلميذ غير مباشر لكما. وفيما يتعلق بمسألة الريع، أنا الحقيقة لا أقول بأن المجتمع اليمني مجتمع ريعي، ولم أحلل علاقة الدولة بالمجتمع على أساس مقولات الريع. أنا حللت علاقة رأس النظام علي عبد الله صالح بمشايخ القبائل على أساس أنها ريعية. لماذا؟ علي عبد الله صالح مشكل مصلحة اسمها مصلحة شؤون القبائل، كل شيخ قبيلة يأخذ مرتب نهاية الشهر دون أن يعمل، أليس ذلك ريعا فيما يتعلق؟ لكن تحليلي لعلاقة الدولة بالمجتمع لي أطري النظرية المختلفة تختلف عنها. فيما يتعلق بتعز، أنت كما يقولون ليس المسؤول بعلم من السائل، إيش يا جماعة المشكلة أنتم تقولوا؟ ما المسؤول بها بعلم من السائل؟ صدر كتاب حديث يعني عن اليسار الأستاذ فواز وبشرى المقطري هي اللي كانت، أنا سمعت على الكتاب الحقيقة، وكنا في فترة مطاردين في صنعاء غير قادرين على الالتقاء ببشرى حتى أخذ النسخة، لو معك نسخة هاتها هنا الآن. أنت تعرف أن تعز كانت هي مخزن القوى المدنية والمناضلة من أجل الحرية، ليس فقط على مستوى الشمال ولكن أيضا على مستوى الجنوب. عبد الفتاح شمالي هو من تعز، وجزء كبير من النخبة الثورية في الجنوب والتي أسست الدولة هي أصلا من تعز، للأسباب التي قلتها. أتفق معك، لأن الوقت لا يتسع للتحليل، أنها ذات طابع زراعي وليست رعوي كما هو الحال في مناطق أخرى، أنها خضعت مسألة الاستعمار قد يكون مهم كما يحللها حمزة علوي وآخرين، دولة ما بعد الاستعمار. الجزء هذا اللي هو تعز من أيام الرسولين اللي كانوا ممثلين الأيوبيين في مصر، هذه المنطقة خاضعة لقوى استعمارية، وبعد وآخرها جاء الاستعمار العثماني اللي نسميه نحن الدورة العثماني ولا نسميه،
ولهذا يسمونا براغلة وسمونا احنا نصارى وسمونا احنا عملاء للخارج، لكن بالتأكيد الاحتكاك بالخارج ولا الثقافة مدنية، فلهذا في أسباب كثيرة اتفق معك وشكرا واعتذر يعني بان صحح. الله يخليك، الله يخليك استاذنا. نعم شكرا يعني الاهتمام بهذه المساهمة، وإن كانت يعني مساهمتي شكلت استثناء في هذا السياق المضطرب وفي هذا السياق يعني الذي يعج بالحركية في العديد من الدول العربية. فقط أوضح يعني بالنسبة للأستاذة التي قالت تستفسر عن نسبة الموظفين في القطاع العمومي في الجزائر. نعم الجزائر معروفة أنها دولة ريعية تقوم بتوزيع الريع دون إنتاج الثروة، وبالتالي نسبة الموظفين يعني نجد أنه قرابة 90% أو مليونين قريب موظف في القطاع الإداري أو في القطاع الإداري وبعض المؤسسات العمومية الاقتصادية. لهذا نجد باعتبار أن الدولة في الجزائر هي التي تسير، ما زالت هي التي تسير الاقتصاد وتتدخل في توجيه العملية الاقتصادية. كذلك فيما يخص برامج التنمية الاجتماعية من خلالها نجد برامج مكافحة البطالة مع الحراك الذي بدأ في 2011، مع بداية سنة 2011 نجد أن الدولة أو السلطة عملت على إيجاد آليات لمكافحة ظاهرة البطالة، ولكن آليات تقريبا نعتبرها يغلب عليها الطابع الشعبوي، لأنه من أجل فقط أن نواجه هذا الخطر القادم من الشرق يعني من تونس، لأنه تخوف السلطة بدأت بإصدار يعني سياسات وقرارات شعبوية، وهذا ما يظهر مثلا في العقود المدعمة. أي طالب يتخرج من الجامعة مباشرة يذهب إلى وكالات التشغيل المختلفة، سواء للتشغيل في القطاع العمومي أو بمنحه قروض طويلة الأمد أو قصيرة الأمد لأجل إنشاء مؤسسة مصغرة، وهذا كله يعود إلى رأس مالية الدولة، وجود رأس مال للدولة الذي هو ناتج عن فقط عن بيع الثروة النفطية في الخارج. بعد ذلك يعني العملية بسيطة، يعني لا توجد هناك يعني حركية اقتصادية كبيرة من أجل أن نكون قطاع خاص يساعد الدولة على تخفيف العبء على الدولة. وهناك جانب آخر يعني يذكر هنا، أن فلسفة الدولة أو عقيدة الدولة في الجزائر أنها تتحمل مسؤولية اجتماعية تجاه الفئات المحرومة في المجتمع، ليس فقط الفئات المحرومة وإنما تجاه كل فئات المجتمع، سواء الوسطى أو الفقيرة أو حتى يعني الفئات التي تستفيد من رأس مالية هذه الدولة. إذن هذا هو تقريبا الوضع العام في الجزائر، لهذا نجد أنها أصبحت شكلت استثناء عربيا بالنظر إلى أن السلطة في الجزائر هي تتمتع بثروة مالية ضخمة جدا. نعم وشكرا. دكتور لباب تحب تتعرف؟ ما فيش. اوكي عصام اثنين فقط. هناك قضية يبدو لي أنه حين نتحدث عن تعبير أو حين تحدثت عن المهمشين وقعت في الخطأ نفسه الذي نقع فيه حول الطبقة الوسطى. هناك فرق يعني. أول شيء خلينا نتحدث، الطبقة الوسطى هي كيس الزبالة الذي لا نعرف أين نضعه، لأننا نعتمد على لدينا تجريد. التجريد ضروري وضروري جدا في العمل النظري. حين يتحدث ماركس، ما دمنا نتحدث عن ماركس، حين يتحدث ماركس في رأس المال عن البروليتاريا وعن الرأسماليين، هذا ضروري لتحليل آلية عمل الداينامكس الرأسمالية. ولكن حين يكتب عن الحرب الأهلية في فرنسا 18 من برومير، لا يستخدم، لا يختزل المجتمع إلى إما هذا وإما ذاك، وبالتالي نحن نستخدم الآن المهمشون. أنا كنت أقصد شيء، أعتقد إحنا لسنا مختلفين، كارول ورباب وأنا لسنا، نحن نتحدث عن فئات مختلفة نضعهم. كان في ذهني وأنا أتحدث عن unurbanized urbans، أوكي، أبناء الحضر غير الحضريين،
المهاجرون ولذلك أكدت في البداية وكما قال مع فواز معه حق أنني قفزت وفعلا بسبب الوقت قفزت. لهذا ركزت في البداية على الهجرة، هجرة أكثر من 1,000,000 خلال 5 سنوات. هذا يختلف عن خريج جامعة عاطل عن العمل قاهري أو دمشقي. بهذا المعنى يبدو أننا نتحدث عن شيئين مختلفين ونسميهم مهمشين مهمشين. شكرا. شكرا للمتحدثين وشكرا للحضور. بهذا نختم الجلسة.